طبعا من أول نهار اللي جيت هدفي الوحيد هو كان إنه اللقاء مع أفراد العائلة المسيحية المتشردة، المصائب اللي مرت عليه من حروب، من موت، من خراب، من أشياء سيئة اللي تحملتها كل هالأيام، بالأخص الهزة الأرضية اللي صارت، كمان كانت تقريبا مثل بكرتها كلها بكاملها. فهل العذاب اللي عم بمر منه الشعب بحاجة كمان لنوع أمل لعربون، محبة لتعبير، ما يحس حاله إنه هو منتسي. وطبعا نحن ما كان فينا نكون موجودين بهذيك الأيام جسديا، وإنما روحيا كنا متحدين، وكنا طول الوقت متحدين معهم بالصلاة وبأخذ الأخبار والمتابعة والمساعدة قدر الإمكان في كل هالأيام 10 12 سنة. مش بس كوني صرت بترك من سنتين بلشت فكر بهالطائفة أو بأولاد الرعية، وإنما من أيام اللي أنا كنت عم بخدم فيها بأوروبا الشرقية وخاصة بأرمينيا. طبعا الهجرة اللي صارت من هون، أغلبية السوريين اللي اجوا لأرمينيا، واللي كان عندي الحظ السعيد إنه كنت أول من يستقبلهم وأول ما يعطيهم كل الإمكانيات، لدرجة إنه كنت مانع إنه حدا يستعمل كلمة مهجر، لأنه الهجرة صعبة، وإنما كانت انتقال من بيت إلى بيت. بيضلوا دائما بذات العائلة وبذات المحيط اللي هن كانوا عايشين فيه بأيام الفرح وأيام الصعوبات. طبعا بناخدها بعين الاعتبار إنه الصعوبات من كل بتية في حياتنا، ولازم تكون في حياتنا حتى تعطينا النشاط وتذكرنا بخالقنا وبربنا يسوع المسيح اللي هو اللي بده يخلصنا مثل ما خلصنا على الصليب. قبل كل شيء نحن بنشجع أولادنا كلهم يكون عندهم التعلق الشامل بالأرض اللي نحن متعودين نسمع كلمة إنه مسقط رأسه. الوطن هو محل اللي بيولد الإنسان، وإنما التابعية الأرمنية نحن بنحبذها في جميع أنحاء العالم، ونحن كرجال دين طبعا من واجبنا أنه نخدمهم وين ما كانوا وبأي حال كانوا. هذه هي رسالتنا وهذه هي واجباتنا حتى نقدر نحن نكون قبل كل شيء قدام ضميرنا وقدام ربنا نكون أدينا واجباتنا، وبعدين ربنا هو اللي بيشوف، هو اللي بيعطي، هو اللي بيبارك، وبنتمنى انه بركته ما تنقص ابدا على شعبنا كله. طبعا هذا يعني بيقدر ياخذ لون سياسي، وانا بعيد عن السياسه، وبتمنى الرئاسه لكل بلد يكون في عندها رئيسه ويكون في عندها المسؤولين، والمسؤولين يكونوا خدام شعب. سدة الرئاسة منا هي رئاسة أكثر من هي خدمة وعطاء، ويعطي نفسه، يبذل نفسه لشعبه. هذه هي الرئاسة اللي لازم نفهمها ولازم ننتبه إليها. طبعا مثل كل الشعوب، مثل كل هالبلاد الشرق الأوسطية، لسوء الحظ إنه كثيرين غادروا البلاد. بس الشيء الحلو اللي صار بين سوريا والعراق ولبنان انه ما بعدوا كتير، اغلبيتهم راحوا على ارمينيا، وارمينيا قريبة كتير، ابو ساعة زمان بيرجعوا على بيوتهم، على بلادهم، على ارضهم، على اشغالهم، على حياتهم الطبيعية. وهذا اللي بنتمناه، انه ما يبعدوا كتير ويضلوا قريبين لبيوتهم، لعيالهم، لوطنهم.
كلمتي هي كلمة عزاء، كلمة محبة، كلمة تضحية، مثل ما الكنيسة بتضحي نفسها لشعبها. شعبها كمان مفروض يكون متعلق بكنيسته، بهويته، ولذلك ما يخاف، لأنه بالكتاب المقدس ربنا بيقولنا لا تخف أيها القطيع الصغير، لأنه ربك هو اللي بده يكافيك واللي هو بيعيش معك. ونحن بنآمن بهالمعايشة، مثل ما ربنا فدى نفسه في سبيل خلاصنا. فلذلك الصعوبات اللي بتمر فيها البشرية كلها، نحن بنفكر حالنا انه نحن موجودين بهالبلاد بس في عنا حروب او في عنا مضادات او في عنا بعض الصعوبات، وانما اذا نظرنا نظرة شاملة على هالعالم، لسوء الحظ البشرية اليوم عم تتألم عن من هالمحيط اللي خلقناه نحن بإيدينا، وهيدا لأنه نحن نسينا خالقنا. لأنه أنا أكيد أنه أي تابعية وأي دين مكان بيعرف أنه في إله واحد، في إله خالق الكون، خالق البشرية. نحن كمسيحيين بنزيد على ذلك أنه في ابن الله اللي ضحى بنفسه في سبيل خلاصنا. فإذا كنا تشردنا بهالعالم، نرجع إلى ضمائرنا، نرجع إلى أفكارنا وإلى هويتنا، ونشكر ربنا على كل المساعدات اللي عم بيعطينا يوميا وكل دقيقة وكل ساعة من حياتنا. أول كي بيقولوا العنوان إنه السير سوية، هذا هو الرأي المنشود اللي بنحب انه حقيقة يكون مثل ما هو معنون، لانه صعب كتير المسيرة سوية، وبالاخص تاريخنا، تاريخ الكنيسة الشرقية والشرق الاوسطية، بنشوف هالخصومات وهالابتعاد وهالعدة الطوائف الموجودة والانشقاق والانفراد بالرأي. هيدا علامة نوعا ما شو بتريد انه تكون الكنيسة، انه يكون في مسيرة سوية. انا بنظري طبعا مرحلة صعبة كمان في حياة الكنيسة، حتى نقدر نحن نتبنى حقيقة المسيرة مع بعضنا، ونقدر كمان نشهد على الطبع اللي عم تريد الكنيسة انه تظهره للعالم اجمع. فان شاء الله ان شاء الله انه يكون نقطة انطلاق ونقطة جلب الانظار وجلب الارواح لبعضها البعض، لتكون مثل ما ربنا أراد، راع واحد ورعية واحدة. هذا الشيء اللي ما فيني اتنبأ فيه، لازم نكون نقدر نعيشه ونشوف، نسمع ونشارك. وانا اكيد ان الروح القدس ما راح يتركنا لوحدنا، مثل ما كان مع الرسل راح يكون كمان بهالوقت مع الرسل هالكنيسة، حتى يقدروا يشوفوا النقطة الصحيحة والاتجاه الصحيح، حتى يقدروا يخدموا هالشعب ويكملوا مسيرة المسيح على الأرض. شكرنا للرب، شكرنا للكنيسة المحلية، وخاصة لسيادة المطران بطرس مريات اللي تعذب وحضر هالرسالة بكاملة، وأنا مشكور له من كل قلبي.